بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لهذه القناة على تغطية هذه التظاهرة، تظاهرة الحق، تظاهرة المطالبة بالحقوق. أحب أن أختصر هذا الموضوع ومطالب هذه الجموعة الخيرة، الجموعة المباركة، بثلاثة نقاط أساسية ومهمة، حفاظا على وقتكم الإعلامي وحفاظا على الأشياء الأخرى. النقطة الأولى أخواني الأعزاء، هذه الناس وهذه الجموع التي جاءت عبر عشرات ومئات الكيلومترات من جنوب العراق إلى وسط العراق إلى هذا المكان، جاءت لم تأتي إلى هنا بطرا ولم تأتي إلى هنا من أجل استهداف شخصي. نحن ليس لدينا مشكلة، قلتها قبل قليل وأقولها، نحن ليس لدينا مشكلة شخصية مع أي جهة كانت، أي فرد كان. الموضوع ليس كذلك، وكذلك ليس لنا مصالح شخصية ضيقة فردية على المستوى الفردي. الموضوع فيه مصلحة عامة، نلخصه في ثلاثة مطالب أساسية لا غيرها تم الاتفاق عليها. المطلب الأول وهو الأهم والأبرز بين هذه المطالب، وهو المطالبة بتثبيتنا، تثبيت هذه الناس على الملاك الدائم أسوة بكل مؤسسات الدولة الأخرى، قد يكون خافيا على الإعلام وقد يكون خافيا على كثير من الناس، أن هذه المؤسسة منذ ما يقارب 15 عاما لم تثبت ولا منتسبا واحدا. المزارات الشيعية، الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة في العراق لم تقوم بتثبيت منتسب واحد منذ تأسيسها في 2007 ولغاية هذا اليوم، وهذه ظليمة وهذه مشكلة كبيرة تقدح في نفوس هؤلاء المنتسبين، منتسبين هذه المؤسسة. هذا الموضوع ليس فيه عيب، بل نحن فخورون ونحن مصرون على تحقيق هذا المطلب، لأنه يمس قوت عيالنا وقوت أطفالنا بشكل مباشر. المطلب الآخر وهو مطلب أيضا مهم ولا يقل أهمية عن المطلب الأول، وهو أننا جئنا إلى هذا المكان ليس فقط للتثبيت رغم أهميته، ولكن جئنا من باب حرصنا وغيرتنا على مزاراتنا الشريفة التي نرتبط معها ارتباطا عقائديا كبير. نحن من محبي آل البيت ونخدم في هذه المؤسسات منذ سنين طويلة، لدينا علاقة وطيدة مع أصحاب هذه المزارات. نعتقد جازمين بأن هذه الإدارة، مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء، بل وكل هذه الإدارة برمتها لم تنجح ولم توفق في إدارة هذه المؤسسة ولا النهوض بواقعها المتردي. مطلب ثالث ضروري، المطلب الثالث من باب المسلمين أو المؤمنون كالجسد الواحد، إذا شكى منه عضوا تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أخينا وأحد زملائنا الشيخ أحمد الفياض منتسب مثلي ومثل كل الآخرين، بمجرد أنه طالب بحقنا أو أفصح عن نواياه بقيادة هذه التظاهرات تمت محاربته وتم التضييق عليه، بل وتم فصله وقطع رزقه ورزق عياله بشكل كامل من هذه المؤسسة. وهذا ننظر له كظاهرة، ليس فقط كأحمد، بل هي كظاهرة خطرة. هذه تبث الرعب في نفوس المنتسبين وتكمم الأفواه أيضا.